أوجه كلمة للشعب الليبي، كل سنة طيب إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين تم تحرير مطار طرابلس الدولي. ونحب نوجه كلمة لكتاب المقبور لواء 32 وكتيبة محمد المنطويات تحت ما يسمى بالقعقاع، وعلى رأسهم السيد عبد الله ناكر صلاح الراديوات. ونقول له يا سيد عبد الله ناكر، أنت الأحداثيات الجراد على ما أظن أن قلت لنا نحطهم خصونية، وإن شاء الله احنا ثوار 17 فبراير بعون الله تعالى إحداثيات الجراد ستكون إن شاء الله مزورين إن شاء الله. احنا إحداثياتنا إن شاء الله ما هوش في الصينية يعني نقوله، وله في الكشيك إن شاء الله. إحداثياتنا في حبة المكرونة هذه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مزورين إن شاء الله. وين قاعدين احنا الان؟ والله قاعدين في عاصمتنا الحبيبة طرابلس، وان شاء الله الامور كويسة ونطمن الشعب الليبي ان شاء الله. في الساعات القليلة القادمة نكون محررين ان شاء الله مدينة طرابلس من كتائب الطاغية ان شاء الله بعون الله تعالى، كتائب الموت ما يسمى بكتائب الموت. طبعا احنا اليوم طبعا اول يوم عيد الفطر، شيء تقدم للشعب الليبي وشيء تقول للناس اللي؟ والله ان شاء الله ربي يهنينا، وان شاء الله بلادنا موحدة، وان شاء الله عاصمتنا الحبيبة طرابلس. ونوجه كلمة لهاي طرابلس، الأمور إن شاء الله تحت السيطرة، والأمور إن شاء الله تمام، وبعون الله تعالى إن شاء الله منصورين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كلمة لأمهات الشهداء بالله. الله يترحم على شهدائنا، شهداء ثورة 17 فبراير، ونتمنى للشفاء العاجل لجرحانا، بعون الله تعالى إن شاء الله منصورين، وإن شاء الله ديما للأمام إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر.